لما تقرؤون إلى سور القرآن الكريم، هناك قسم يعتبر أطول قسم في كتاب الله عز وجل. وأيضا أشحذ إمامكم لي تذكروننا به. أطول قسم في كتاب الله ما هو؟ والتين والزيتون. نعم. لعلك عكس الأقصر. نعم. نعم، سورة الشمس. أحسنتما، سورة الشمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا جلاها وإذا يغشاها وسمعها وما بناها والأرض وما طحاها ونسمع سمعها إلى أن قال ربنا عز وجل ماذا قال؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ما زاد ربنا عز وجل على هذا المقسم عليه، أقسم بهذه الأقسام 11 من أجل شيء واحد فقط، ليحدثنا عن النفس.